نحييكم من الـ LBCI وإليكم أبرز عناوين نشرة الأخبار. لقاء عين التين مساع لتفعيل السلطة التنفيذية، ولكن راوح مكانك. ما هو حاضر العلاقة ومستقبلها بين بكركي وحزب الله بعد زيارة الراعي للأراضي المقدسة؟ الانتخابات السورية تفنيد الأرقام والتشكيك فيها. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وريمي درباس. مساء الخير. لماذا جاء كاري إلى لبنان ولماذا زار سلام عين التيني؟ قد يبدو السؤالان متباعدين، لكنهما يؤديان إلى الهواجس ذاتها، وهي كيفية استمرارية السلطة التنفيذية سواء باستكمالها من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية أم من خلال إيجاد آلية لعمل الحكومة في حال بقيت الانتخابات بعيدة التحقق. لكن لا زيارة كاري أدت إلى نتائج عملية بالنسبة إلى إنضاج الاستحقاق الرئاسي، ولا زيارة الرئيس سلام إلى عين التيني أدت إلى التوافق على آلية لعمل مجلس الوزراء. وفي المحصلة، لا انتخابات رئاسية قريبة، لا تفاهم على جلسات مجلس الوزراء. إذن الوضع يختصر بكلمتين: راوح مكانك. وفي تطور تربوي، أعلن الوزير الياس أبو صعب أنه من غير الوارد تأجيل الامتحانات الرسمية مجددا، ما يعني أن هذه الانتخابات أو الامتحانات عفوا ستبدأ في الموعد الذي حدده للشهادة المتوسطة بدءا من الخميس المقبل الموافق في 12 من هذا الشهر.